السلام عليكم ورحمة الله. المحاضرة رقم 7 هناخد فيها إن شاء الله الـ Higher Orders Partial Derivatives، يعني التفاضلات الجزئية العليا، يعني التفاضل الجزئي الثاني والثالث والرابع وهكذا. طيب، إحنا خدنا قبل كده في التفاضل العادي اللي هو التفاضل المتكرر، يعني تفاضل الدالة الأصلية لعدة مرات، مثلا المرة الأولى ثم التفاضل المرة الثانية ثم التفاضل المرة الثالثة وهكذا. طيب، بالنسبة للتفاضل الجزئي بيكون التفاضل عدة مرات إزاي؟ ممكن يكون تفاضل مرتين بالنسبة لإكس، فبنقول بارشال سكوير إف باي بارشال إكس سكوير، يعني تفاضل الدالة جزئيا بالنسبة لإكس، يعني فاضل مرة بالنسبة لإكس ثم الناتج أفاضله كمان بالنسبة لإكس. وممكن يكون التفاضل جزئيا مرتين بالنسبة لواي، يعني أقول بارشال سكوير اف باي بارشال واي سكوير، وممكن أرمز ليها بالرمز اف واي واي، يعني الدالة الأصلية أفاضلها جزئيا بالنسبة لواي والناتج اللي يطلع أفاضله أيضا مرة أخرى بالنسبة لواي. وممكن التفاضل يكون تفاضل مرة بالنسبة لإكس ومرة بالنسبة لواي، يعني يكون بارشال سكوير اف باي بارشال اكس بارشال واي، يعني ارمز لها بالرمز اف اكس واي، يعني الداله الاصليه افاضلها بالنسبه لاكس ثم الناتج افاضله بالنسبه لواي. وممكن يكون اف سكوير بارشال سكوير اف باي بارشال واي بارشال اكس، ونرمز لها بالرمز اف واي اكس، يعني افاضل الداله اولا بالنسبه لواي ثم الناتج أفضله بالنسبة لإكس. ده كده بالنسبة للتفاضل الثنائي، ممكن يكون مرتين بالنسبة لإكس أو مرتين بالنسبة لواي أو مرتين مرة بالنسبة لإكس ثم واي أو مرتين مرة أفاضل الأول بالنسبة لواي ثم أفاضل بعد كده بالنسبة لإكس. طيب، لو أنا خدت مثال إف أوف إكس واي، دي دالة فيها متغيرين اتنين، إكس كوساين واي زائد واي مضروب في اي اس اكس. لو انا هو بيقول لك فايند ذا سكند اوردر بارشال ديريفاتيفز فور ذا فانكشن، اوجد التفاضل الثنائي، يعني هفاضل مرتين بالنسبه لاكس مر او مرتين بالنسبه لواي او مره بالنسبه لاكس ثم واي او مره تانية واي ثم اكس. طيب، الداله دي لو انا فضلتها الاول بالنسبه لاكس يبقى بارشال اف باي بارشال اكس، اللي هو برضه ممكن نرمز لها بالرمز اف اوف اكس، ماشي، اف سب اكس. طيب، لما انا فاضل بالنسبه لاكس يبقى اعتبر الواي كانها ثابت، يبقى الكوساين واي كانها ثابت والواي دي ثابت. طب لما اقول اكس في ثابت تفاضلها يكون افاضل الاكس بس، اكس يكون تفاضلها واحد، واحد في الثابت يبقى كوساين واي. طيب، الواي لما تضرب في كوساين اكس، طبعا الواي ثابت، يبقى سيب الثابت كما هو واضرب في تفاضل الـ e أس x اللي هو تفاضلها هيكون نفسها. طيب، لو انا هفاضل بقى بالنسبه ل y يبقى ارجع الداله الاصليه، اعتبر الـ x بقى هي اللي ثابت، يبقى الـ x ثابت والـ e أس x هي كمان ثابت، يبقى ثابت في كوساين y، يبقى فاضل بس الكوساين y يطلع سالب ساين y، يبقى سالب x ساين y. طيب، لو انا بفاضل بالنسبه ل y واعتبرت الرقم ده كانه ثابت، يبقى اضرب الثابت في تفاضل الواي اللي هو واحد، يبقى الاي اس اكس في واحد بي اس اكس. ده كده اسمه التفاضل الاول، اللي هو تفاضل مره فقط بالنسبه لاكس او مره واحده فقط بالنسبه لواي. طيب، لو حبيت افاضل بقى مرتين بالنسبه لاكس، يبقى اجيب التفاضل الاول بالنسبه لاكس وافاضله مره كمان بالنسبه لاكس. طيب، لما افاضل ده بالنسبه لاكس هيكون الجزء الاول ده كوساين واي، ده رقم ثابت تفاضله يكون بصفر. طيب، الواي هيكون رقم ثابت تفاضل، اضرب بقى الرقم بالثابته في تفاضل اي اس اكس اللي هو واي في اي اس اكس، لما تجمع الاثنين على بعض يدي لك واي اي اس اكس. طيب، لو انا بقى عاوز اجيب التفاضل الثاني بالنسبه لواي، اخد التفاضل الاول وافاضله، يبقى ناخد التفاضل الاول ده اللي احنا حصلنا عليه في الخطوه اللي هي اف صب واي وافاضله تاني مره بالنسبه لواي، ماشي، يبقى لما افضله تاني بالنسبه لواي السالب اكس دي رقم ثابت، يبقى فقط افضل الساين، الساين تفاضلها بكوساين، يبقى سالب اكس في كوساين.
طيب الـ e أس x هي كمان رقم ثابت لأن هي بفضل بالنسبة لـ y، فيكون قيمتها بتساوي صفر، يدي لك سالب x وساين y. طيب لما فاضل بقى بالنسبة لـ x ثم y، أخد التفاضل الأول اللي أنا جبته بالنسبة لـ x وأفاضله بالنسبة لـ y. فين الـ f صاب x؟ أخد ده كده تفاضل الناتج بالنسبة لـ x، أفضله مرة كمان بس بالنسبة لـ y، يبقى أحطه كده وأفضله مرة كمان بالنسبة لـ y، هيديني إيه؟ سالب ساين y، والـ e أس x في الـ y تفاضله هيكون e أس x، لأن أنا بعتبر الـ y دي كأنها الـ e أس x هي اللي رقم ثابت، فيتضرب في تفاضل الـ y اللي هي بواحد. طيب لو أنا عايز أجيب بقى تفاضل الـ f بالنسبة لـ y ثم x، يبقى اجيب التفاضل اللي انا تفاضلته بالنسبه لواي اللي هو ده وافضله مره كمان بس بالنسبه لاكس، يبقى انا هفاضل التفاضل الاف صاب واي بالنسبه لاكس، عطى نفس الموضوع، عطى برضو سالب ساين واي زائد اي اس اكس. وبالتالي في قاعده نقدر نقول عليها ان اف اكس واي هي اف واي اكس، يعني الداله لو فضلتها بالنسبه لاكس ثم واي هي برضو لو بدأت بالواي ثم الاكس، يبقى لو الاكس فضلت جزئيا بالاكس ثم الواي هي لو بدأت بالواي ثم الاكس، لان الاثنين كده عطوا نفس النتيجة. هنشوف برضو بالنسبة للمسألة التانية. المسألة التانية برضو بيقول اوجد السكند اوردر التفاضلات الثانية بالنسبة للفانكشن دي، يعني افاضل مرتين بالنسبة لاكس ومرتين بالنسبة لواي ومرتين، مرة x ثم y ومرة y ثم x. طيب يبقى الأول أجيب التفاضل الأول بالنسبة لـ x وبالنسبة لـ y، لما فاضل الجزء ده بالنسبة لـ x يبقى أقول التفاضل الـ 4x تربيع بـ 8x في الـ y، أهي وتفاضل هنا، سيب الـ y أس 3 ثابت عادي، فاضل الـ 3x بيكون 3، يبقى أديلك 3y أس 3. طيب لما فاضل ده بالنسبة لـ y، اعتبر دول كده كأنهم رقم ثابت، يبقى رقم في الواي اضرب الرقم في تفاضل الواي، يعني اضرب ال 4 اكس تربيع في 1. طيب لما فاضل ده بالنسبه للواي، اعتبر ال 3 اكس هي اللي ثابت، اضرب بقى الثابت ده في تفاضل الواي اس 3 اللي هي 3 واي تربيع، ال 3 تضرب في ال 3 دي يبقى 9 اكس واي تربيع. طيب كده انا جبت التفاضل الاول بالنسبه للاكس والتفاضل الاول بالنسبه للواي. لو عايز اجيب التفاضل الثاني بالنسبه لاكس، اخد الاف اكس افاضلها مره كمان بالنسبه لاكس، يبقى اخد ده افاضله بالنسبه لاكس، تمام، ال 8 اكس واي تفاضلها هيبقى 8 واي، وال 3 واي تربيع كلها ثابت يبقى تفاضلها اصبح بصفر، يبقى اذا بقت ب 8 واي. طيب لو عايز اجيب التفاضل الثاني بالنسبه لواي، اخد التفاضل الاول اللي هو بالنسبه الاف صاب واي افاضلها مره كمان بالنسبه للواي، يبقى ال 4 اكس تربيع زائد 9 اكس واي تربيع افاضلها كمان بالنسبه للواي. الجزء الاول ده هيكون صفر لان كله فيه اكس مفيش فيه واي، والجزء ده هيكون ال 9 اكس تضرب في تفاضل الواي تربيع اللي هي 2 واي، يبقى 2 واي الاثنين تضرب في 9 يبقى 18 اكس واي، اللي هو هيكون نتيجتها 18 اكس واي. طيب لو انا عايز افاضل اف اكس واي، اخد التفاضل الاول بالنسبه لاكس وافضله بالنسبه لواي، ادي التفاضل الاول بالنسبه لاكس افضله بالنسبه لواي، فيطلع 8 اكس زائد 9 واي تربيع. طيب لو انا عايز اجيب اف واي اكس، اخد الاف واي وافضلها بالنسبه لاكس، ادي الاف واي الاف صاب واي افضلها بالنسبه لاكس، فبرضه هيطلع ايه؟ 8 اكس زائد 9 واي تربيع. نلاحظ ان اف اكس واي هي الاف واي اكس، يعني لو بدات بالاكس ثم الواي هي لو بدات بالواي ثم الاكس، تمام، بيعطي نفس النتيجه. طيب الجزء اللي بعد كده اسمه الهاير اوردر بارشل ديريفاتيف، يعني احنا كده اتعلمنا التفاضل الثاني اللي هو التفاضل مرتين. طب بالنسبه للتفاضل الثالث او الرابع، هو نفس الطريقه، يعني لو بفاضل ثلاث مرات بالنسبه لاكس يبقى فاضل بالنسبه لاكس ثم الناتج افاضله بالنسبه لاكس ثم الناتج افاضله بالنسبه لاكس. طيب وممكن اجيب عده تفاضلات مختلفه، يعني هتفاضل اف صب واي اكس واي زد، دي معناها ايه؟ ابدا من اليسار، يعني الداله الاصليه افاضلها جزئيا بالنسبه لواي،
ثم النتيجة أفضلها جزئيا بالنسبة لـ x، ثم النتيجة أفضلها جزئيا بالنسبة لـ y، ثم النتيجة أفضلها جزئيا بالنسبة لـ z. يعني ببدأ من اليسار، أول شيء أفضل بالنسبة لـ y، ثم بالنسبة لـ x، ثم بالنسبة لـ y، ثم بالنسبة لـ z. على حسب الترتيب بيكون ترتيب التفاضل. طيب لو أنا عندي فانكشن زي كده اللي هي 1 ناقص 2 x y تربيع z زائد x تربيع y، وانا عاوز اجيب التفاضل اللي هو y x y z، يعني افضل الاول بالنسبه جزئيا بالنسبه ل y، ثم النتيجه افضلها جزئيا بالنسبه ل x، ثم النتيجه افضلها جزئيا بالنسبه ل y، ثم النتيجه افضلها جزئيا بالنسبه ل z. طيب يبقى انا هبدا ب f y، اقول f y تعال فاضل الجزء ده بالنسبه ل y، يبقى اعتبر الواحد ده رقم ثابت يكون تفاضله بصفر. طيب اعتبر بقى الاثنين اكس والزد ده ارقام ثابته، يبقى فاضل فقط فاضل الواي تربيع اللي هو بيدي لك 2 واي، الاثنين تضرب في الاثنين اللي قدام تبقى 4، ويتبقى لك اكس واي زد. طيب هنا لما تفاضل بالنسبه لواي الرقم ده بس هو المثال، يبقى اضرب الاكس تربيع في تفاضل الواي، الواي بس هي المتغير انما الاكس تربيع ثابت، يبقى اكس تربيع في تفاضل الواي اللي هو 1، يبقى اكس تربيع في 1 باكس تربيع. طيب ثم بعد كده النتيجة ده كده التفاضل الأول اللي هو القيمة دي، دي كده التفاضل الأول اللي هو يعتبر الـ f y، اعتبر دي كأنها مسألة جديدة بقى وفاضلها بالنسبة للرمز الثاني اللي هو x، يبقى أخد القيمة دي هفاضلها، اعتبر دي كأنها بداية مسألة جديدة وفاضلها بالنسبة للـ x. تمام، يبقى إذا الأربعة والـ y والـ z دي أرقام ثابتة أضربها في تفاضل الـ x اللي هو ثابت اللي هو 1، يبقى 4 y z. طيب تفاضل الـ x تربيع ب 2 ب 2 x. تمام؟ طيب ده كده دي كده النتيجة، اعتبر دي كأنها مسألة جديدة بقى. اعتبر ده كأنها مسألة جديدة. نفاضلها مرة بس بنفاضلها بالنسبة لإيه؟ نشوف الرمز الثالث في التفاضل. واحد التفاضل الرمز الثالث اللي هو الـ y، يبقى فاضل بالنسبة لـ y. طالما بفاضل بالنسبة لـ y يبقى الجزء الأول تفاضله يكون بـ 4 z. طب والاثنين اكس، الاثنين اكس اعتبرها ثابت يبقى فاضلها يكون بصفر. طيب هل كده خلصت؟ لا، باقي ان انا فاضل الرمز الرابع اللي هو زد، باقي الجزء ده فاضله جزئيا بالنسبه لزد، اعتبره بقى كانه مساله جديده، انا اعتبره كانه مساله جديده، نحطه كده ونفاضله بالنسبه لزد. الاربعه زد دي تفاضلها بالنسبه لزد يكون كام؟ يكون اربعه، وده يكون الناتج النهائي. احنا هنا فاضلنا بالنسبة لx، وبعدين جينا النتيجة اعتبرناها كأنها مسألة جديدة، الأول أنا فاضلت بالنسبة لy، ثم اعتبر إن هي مسألة جديدة وفاضلها بالنسبة لx، وده يكون الناتج، ثم الناتج اعتبره مسألة جديدة وفاضله بالنسبة لy، يدي لك الأربعة زد، الأربعة زد اعتبر كأنها مسألة جديدة وفاضلها بالنسبة للزد، وزي ما قلنا الترتيب بتعرفه من هنا، يبقى الأول بالنسبة لy، ثم x، ثم y، ثم z. طيب المسألة رقم 7-4 برضو هفاضل بالنسبة لـ f sub z x x، يعني هفاضل الفانكشن دي أفاضلها أولا بالنسبة لمين؟ في اليسار z، يبقى فاضل الفانكشن بالنسبة لـ z، ثم الناتج اللي يطلع فاضله بالنسبة لـ x، ثم ناتج الناتج فاضله كمان مرة بالنسبة لـ x. تمام؟ يبقى الأول أنا هجيب الـ f sub z اللي هو تفاضل بالنسبة لـ z، لو انا فاضل بالنسبة لزد كل ده رقم ثابت، اضرب فقط في تفاضل الزد اس 4 اللي هي 4 زد اس 3، يدي لك 16 اكس اس 3 زد اس 3. طب الجزء ده اللي هو كوساين اكس، طبعا لو فاضل بالنسبة لزد الاكس ثابت يبقى التفاضل الثابت يكون بصفر. طيب الاي اس 2 زد في الواي، اعتبر الواي كانها ثابت، فقط فاضل الاي اس 2 زد اللي هو يدي لك 2 اي اس 2 زد. طيب الجزء الاخير فاضل فقط الزد تربيع تبقى 2 زد، يبقى 2 واي تربيع زد. تمام، دي كده نتيجه، اعتبر دي كده الاف زد، اعتبر دي كانها بدايه كانها مساله جديده، هتحطها هنا كده ونفاضلها بالنسبه لاكس. ماشي، يبقى اللي انا معلمه بالازرق اعتبره كانه هو ده المدخل للخطوه اللي بعدها. لما نفاضله طبعا بالنسبه لاكس، هنا هنفاضل بس الاكس اس 3 اللي هي تدي لك 3 اكس تربيع. طيب
طيب التلاتة لما تضرب في الستاشر يبقى 48، اكس تربيع زد اس 3. طيب الجزء ده كله ثابت لانه علاقة في الزد والواي بس، والجزء ده كله ثابت لانه علاقة في الواي والاكس بس، لذلك هيكون ايه؟ هيكون تفاضله صفر وصفر. يبقى اذا دي النتيجة هنعلم عليها كده بعلامة جديدة مثلا، ونعتبر دي هي مدخل الخطوة الجاية. يعني اعتبر الناتج ده اللي هو اف زد اكس هفضله كمان بالنسبة لإكس. لما فضله بالنسبة لإكس طبعا الزد أس 3 ثابت، يبقى فقط أفاضل الإيه؟ ال 48 إكس تربيع. أضرب الاتنين في 48 يبقى يديلك 46 إكس زد أس 3. يبقى دي كده الإيه؟ النتيجة اللي هي الخطوة الأخيرة. كده أنا لاحظ فضلت 3 مرات، هنا في 3 رموز، يبقى فاضل مرة بالنسبة للزد، ثم الناتج اللي يطلع فضله بالنسبة لإكس، ثم الناتج اللي يطلع فضله بالنسبة لإكس كمان مرة. دي كده كانت آخر مسألة في المحاضرة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.